السلام عليكم الاخوان، كلشي مزيان بخير وعلى خير. اليوم ان شاء الله ابعد قبل ما نبدا معكم اللي قريب ليه امتحان، الله يوفقوا ان شاء الله الجميع. ونوصيكم هو ان التخوف من السياقه ما خصوش يكون، يعني الخوف من الطوموبيل ما خصوش يكون. اليوم الاخوان غادي نعطيكم واحد النقط، راه صراحه الله راه كنركز على النقط اللي كيكون داك المبتدئ ما شدهمش وكيجيو صعيبين. اليوم الاخوان غادي نشرح لكم الوضعيه ديال الرجلين ديالكم، راه مهمه بالنسبه للطوموبيل، وهذا الشيء اللي داك المبتدئ ما كيعرفوش. الا لاحظتوا بان شوف هاد الجهه ديال اليسار هذه، شوف كيفاش دايرينها. ها النقطة الأولى، غادي نشرح لكم على الرجل ملي تكونوا غاديين في طريق طويلة ما تحطوهاش هنا نهائيا، هنا 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 ما تحطوهاش. علاش صنعوا هذا باش ملي كنكونوا غاديين في طريق طويلة دائما رجلي كيكون هكا. ها النقطة الأولانية، يعني رجلي كيكونوا هنايا ما يكونش هنا، اللي كيحطوا هنا راه غلط، يكون هنا. كيبقى لهاد الرجل هادي ديال اليمين هي اللي بغيت نوصل لكم اليوم. هو المبتدئ اشنو كيدير ملي كيجلس في الكرسي؟ كيقاد رجلين هكا كما كتشوفوا، هكا غادي تزيروا. لا هادي خص دائما رجليكم يكون متكي على هادي، الا كتلاحظوا هادي ها متكي رجلي هكا، دائما الرجل يكون متكي للجهه ديال اليمين هكا. وهذا القدم دائما القدم يتحط في الوسط، هنا يتحط في الوسط. نقول لكم علاش غيتحط في الوسط، باش كنميلو هكا رجلينا، باش ملي في اللحظه ملي لا بغينا نكسيريو كنكسيريو هكا، ملي تبغي تفراني هز غير الصبعان ديالك وديهم لجهه الفران كسيراتور. ها الفران كسيراتور، ماشي تبغي تكسيري هكا. ملي تبغي تفراني وتهز رجلك كامله وتفراني هكا وقد دير رجلك، هاد الحركه هادي راه غلطه. يعني خلي القدم في الارض ملي تبغي تكسيري ها انت كتكسيري رجلك كيكون حدا كسيراتور، وملي تبغي تفراني اعمل هكذا فراني. ولكن انا كنشرح لكم حاليا ماشي كيفاش تسوقوا الطوموبيل، غير كيفاش الرجلين ديالكم يكونوا في واحد الوضعيه اللي هي مزيانه. بالنسبه للومبرياج الاخوان، راه هذا هو الومبرياج كنتحكموا فيه غير بالرجل ديال اليسار. بحال دابا بغينا ندوزو اولا بغينا نوقفو كنتكيو على الومبرياج، وفي اللحظه ملي نخدموا بالومبرياج ديالنا عاود ردوه لهنا ما ردوش لهنا. هادو هما النقاط اللي وريتكم اليوم الاخوان في هذا الفيديو. يعني رجلك ديال اليمين يكون متكي للجهه ديال اليمين هكا، يعني انا نبين لكم الوضعيه، خصو يكون متكي هكا ما يكونش واقف هكا. راه حتى الناس غتزيرو بهاد البوله هادي وغادي تولي كتسوق هكا مزيان. الاخوان يعني الرجل يكون متكي هكا، باش ملي كتبغي تكسيري، ملي تبغي تفراني هكا تفراني. وهذا الرجل ملي تخدموا به ردوه لبلاصتو هنا، باش غادي تحسوا بهذا الشيء اللي شرحت لكم، بانكم تحكمتوا في الطوموبيل مزيان وعرفتوا الرجلين ديالكم كيفاش تعاملوا.